قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إنه أصدر قرار لهيئة السكة الحديد فيما يخص حجز التذاكر للقطارات المكيفة، بحيث يتم حجز التذكرة للركاب حتى في حالة اكتمال عدد الكراسي بالقطار، مع التوقيع على هذه التذاكر بكلمة واقف، بما يعني عدم أحقيته في كرسي داخل العربة. وأكد الوزير خلال جولته التفقدية اليوم الخميس بورش كوم أبو راضي ببني سويف أن هذا القرار جاء بعد شكوى من المواطنين بعدم وجود تذاكر في محطات القطار، أو أن الموظفين على شباك التذاكر يمتنعون عن صرفها، مؤكدا أنه سيتم إتاحة تذاكر إضافية بنسبة 20% لاستيعاب كثافة الركاب ومنعا لتعرضهم للغرامات. وأكد أنه ليس من حق الراكب حاجز التذكرة الموقع عليها بواقف الجلوس على الكرسي إلا بعد نزول حاجز الكرسي. وكان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف قد استقبل وزير النقل في المحطة إذ تفقد المحطة وشبابيك التذاكر، ووجه الوزير بزيادة اللوحات الإرشادية بالمحطة والخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج وإصلاح أجزاء الرخام التالف. كما أصر الوزير على تشغيل منظومة إطفاء بالمحطة للتأكد من صلاحيتها، وتمت التجربة بنجاح، ثم تابع تطبيق مبادرة التصدي للركوب دون تذكرة. والتقى الوزير عددا من الكمسارية وأكد أهمية دورهم في هذه المبادرة، كما وجه بأن تكون الأكشاك الموجودة بالمحطة لها شهادة صحية وقائمة بأسعار المنتجات، وأن يتم تغيير اللوحة الأساسية بالمحطة لأخرى جديدة ومضيئة.